بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية عطرة. وبعد، اليوم إن شاء الله حنبدأ المحاضرة الثانية من مساق ومنز هيلث إيشيوز. في المحاضرة الأولى كنا بنتكلم على حاجة اسمها ريبرودكتيف هيلث، وإيش معنى ريبرودكتيف هيلث بالنسبة للفيميل. تكلمنا على حاجة اسمها فاكتورز ويتش أفكت وومنز هيلث، تكلمنا على الإنديكيتورز اللي بتدللك على صحة الأم، تكلمنا على دور المينستري اوف هيلث تو اوفركم ماني بروبلم ريليتد تو وومنز هيلث ايشوز. المحاضره الثانيه هذه ان شاء الله نتكلم بحاجه اسمها سكشواليتي، وانا احاول ابسط الموضوع كثير. هنا السكشواليتي هي جزء كبير وعالم كبير، وفيها حاجات نورمال فيها حاجات اب نورمال، لكن بدي اتكلم هنا على البيسكس انه احنا وي ار اول سكشوالي بينج، هيومن بينج ار سكشوال بينج فروم تايم اوف بيرث till time of death، يعني من يوم احنا من ولدنا واحنا بنتناسب على الطريقة هذا اللي هي السكشواليتي. في الجيت الجديد حتى يعني لو بدنا نعمل حاجة اسمها زراعة وبنعمل حاجة اسمها الاي في اف وحاجات تانية، وما بتكونش الحكاية سكشواليتي اكتر ما بتكون هي مجرد تكنيكس، لكن احنا كلنا سكشوالي بيلينج، كنا اجينا عن طريق هذه الطريقة. ايش معنى سكشواليتي؟ Sexuality totally of being a human equalities not just two genitals and their function. الحكاية مش مجرد relationship sexually between the male والfemale، الحكاية أكبر من هيك. الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة، يعني الحكاية هنا بالضبط جاية كلمة اسمها a human equalities. وشوف الآية القرآنية كيف يعني الإشي العظيم فيها، يعني الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة، كأنه بتكلم هنا على حاجة اسمها quality، كأنه بتكلم على relationship between the two gender. Therefore sexuality is much more than physical act of sex and it is not more than our biology. يعني الحكاية sexuality مش مجرد physical act، مش حاجة relationship، it is more than our biology، وهذه حاجة أكبر كتير من البيولوجي تبعتنا. هي تحتوي على it includes all components that make a person who is biological, emotional, social, culture, spiritual. شايفين relationship sexuality relation كبير شيء جدا، تتعدى حاجة اسمها physical، هي علاقة بيولوجية، هي علاقة emotional، هي علاقة social، هي حاجة culture، هي spiritual. وانتم عارفين الاحاديث القرآنية كتير بالنسبة للموضوع هذا، والكمان الكلام السوشيالي كتير بالنسبة للموضوع هذا. Individual has capacity to express their sexuality in any form of the above. يعني في ناس ممكن تعبر على sexuality مش مجرد بالphysical relationship، ممكن تعبر على sexuality biological، ممكن تعبر عنها بالemotional، يعني مجرد الريليشن شيب والكلام الطيب، ممكن تعوض عنها سوشيالي، ممكن تعوض عنها كلتشرالي، ممكن تكون اللي هي سبيريتشوال. انر سيلف كونسبت، نتكلم على حاجه الانر سيلف، لما اتكلم على اللي هي ايش الاشي اللي جوايا، لما اقول اي ام ا مان اور اي ام ا وومن اور اي ام هاف ا مان اور اي ام نو لونجر اتراكتيف، هذه بيرسوناليتي internal. في جماعة هلقيتها قصص كتير جدا اسمها اللي هي personality disorder، في حاجات كتير هلقيتها موجودة على الساحة. كان الإنسان أيام زمان ينظر لنفسه تحت يعني من داخل ويقول هل أنا فعلا female، هل أنا فعلا male، هل الناس كيف بنظروني. صارت في حاجات كتير أنا مش عايز أتطرق إلها، في حاجة صارت اسمها transgender، حاجة اسمها transsex، في حاجة اسمها شي ميل، وهو ماشي الشي ميل هي في الأساس يعني شي كلمة هي، ميل هي في الأساس ميل. إيش يعني الميل؟ يعني هي إكس واي، لكن الإشي التغيرات الفيزيولوجية الخارجية عبارة عن حاجات شي، يعني مبين في هير، في بريست، في فيمينيتي، فهذه كلها بيرسوناليتي ديس أوردر. مش عادة أخوض كتير في البيرسوناليتي ديس أوردر، لكن أنا بدي أقول لكم إنه في حاجة اسمها inner self concept أحيانا جدا فيها disorder، وهذه اللي بدها حل وهذه اللي بدها
قضايا وكيف الإنسان بتصرف، ما نحكم عليه من ناحية واحدة إنه هذا عنده abnormality، ممكن هو عنده disorder، ممكن هو عنده disease وبده help وهي ask for help. In our society have been taught to view any behavior that is not meet our standard of acceptable behavior as immoral or legal or culturally is taboo. ايش يعني حنشوف ايش معنى كلمة اللي هي المجتمع اللي احنا عايشين فيه بتطلع على البيهيفير تبعتنا، اي بيهيفير out of standards of our acceptable behavior، يعني البيهيفير اللي مش مقبولة في مجتمعنا سواء كانت اخلاقية سواء legally بيعتبرها اللي هي تابو. يعني ايش تابو؟ يعني بيعتبرها حرام، تمام؟ يعني احنا الكلتشر كتير بحكمنا، مطلوب من الفيميل انها تتصرف بالطريقة الهادي، مطلوب من الميل يتصرف بالطريقة هذه، مفروض من الميل انها تلبس اللي هي محتشمة، تلبس اي حاجة تتصرف بالطريقة لبقة. يعني هذه كلها الصفات اذا طلعت برا المجتمع، طلعت هذه برا الحاجات هذه صارت اشي اسمها كلتشر تابو، يعني حاجة اللي هي محرمة على علينا او تختلف عن المجتمع. طيب الرول اوف كلتشر مورز، المورز جاي من هي الاخلاق واخلاقي، لها دور كبير يا جماعة الخير. The rule of the cultures, religions, belief, family, value cannot be ignored. مستحيل احنا نروح نقول نحارب المجتمع، مستحيل نقول انه اخلاق المجتمعيات لازم نتغير. احنا كل حاجة بدنا نقول المجتمع، لا، احنا في حاجات ما بنقدر نغيرها، منها المورالز، منها الريليجنز، ويمكن هو اساس كل اشي. ودائما انا بقول هو الريليجن هو الجايدنس تبعنا، ودائما بقول الحمد لله ان احنا مسلمين. اور بليف ايش معتقداتنا، فاميلي فاليو كانت بي اغنور، كل واحد الفاميلي تبعته له اتيتيود، له حاجات بتختلف عن التاني. حتى في حكاية المرج لما احنا بننتقل من فاميلي لفاميلي ونروح لفاميلي جديدة هتلاقي فيه مشاكل كتير جدا. لا، هذه مش زي الكلتشر تبعتنا، هذه بتختلف، لكن كل بيت له خصوصيته وكل عيلة لها خصوصيتها. Help is important to determine who an individual and is who accept information about express sexuality. النقطة هذه كتير كتير حساسة هتكلم فيها. المساعدة كتير مهمة عشان نقيم الانديفيديوال، الفرد اللي قدامنا، عشان احنا حكاية الاكسبريسنج للسيكشواليتي هذه مش موجودة في المجتمع. يعني الانسان اكسبريس هيز فيلينج، اكسبريس وات هيز انسايد. وقعد اكتر يعني فترة حساسة جدا لما بيصلوا اولادنا لفترة البيوبرتي، بتلاقي في عنده انترنال كونفليكت، في عنده انترنال فيلينج. فمش كل المجتمع بيعبر لك، ومش كل اهل بيبقى يسمحوا لأولادهم يتكلموا، لكن احنا لازم نركز في فترة البلوغ هذه very very sensitive فيها. لازم expression sexuality، لازم نعمل health education، ولازم نسمع لأور teenagers لأنها very critical period. فلازم نعمل حاجة expression sexuality، ومش شرط expression sexuality الphysical act، لازم نتكلم يعني emotionally مثلا كيف نحكي. في حاجة كتير مهمة انه عن فترة البلوغ لازم الاهل يعلموا اولادهم النورمال فيلينج. انتوا لمين رايحين النورمال فيلينج؟ هذه فتره طبعا النورمال فيلينج احنا الكل حيقول الميل رايح للفيميل والفيميل رايح للميل، تمام، لكن فيها ابنورماليتيز، فيها حاجات فيري دينجرس، لازم نعمل اكسبريسنج للفيلينج. حتى الديس اوردر احيانا جدا تصغر في الفتره هذه. في ناس كتير جدا بتقول لك هي كانت معروفه عندها امبيجوس جينيتاليا. ايش يعني ambiguous genitalia؟ يعني في جينيتاليا الغامضة مش مبينة ميل ولا فيميل، مش مبين هل هو يعني organs ميل ولا مبينة organs فيميل. لكن وقت تبدأ الحقيقة فترة البلوغ، فترة البيوبرتي، لانه بيبدأ الهايبوثالامس عشان يشتغل وطلع الهرمونات، وممكن هنا يبين هل هو فيميل ولا ميل. The core of juvenile gender identity is established by 18 months. It's the core of juvenile gender. يعني بداية أو بكورة الجندر، بكورة اللي هي core معناها حاجة أساسية، juvenile معناها بكورة. الأساسيات البكورة الجندر identify established by 18 months. يعني حتى بتبدأ مش 18 سنة، لا بتبدأ 18 ما. كيف بتبدأ؟ بتلاقي لحاله على 18 شهر، بتلاقي الولد بتلاقيه بيلعب في التويز، بيلعب في الألعاب تبعت اللي هي
مثلا السيارات، الرصاص، مش عارف ايش، بتلاقي الفيميل لحالها بتبدا تلعب بالتوي، تلعب بالعروسه، تلبسها هدوم. بيبدا الميل يلعب دور ان انا ولد وانتي لازم تسمعي كلامي وانتي بنت ولازم تضلي في بيت. فبتبدا من ايرلي ايرلي، بتبدا 18 شهر، وهذه الفتره اللي احنا لازم نعمل لها موديفيكيشن ولازم فيها تصير عمليه اللي هي التعليم. التايم اوف بيوبرتي، هاي اللي انا حكيت عنه قبل بشويه، فتره البلوغ اللي فيري فيري دينجرس، هرمونال انفلونسز، بيوبرتال مورفولوجي، ايروتيزم اند بادي ايميج lead to development of adult gender identity. على فترة البلوغ اللي very dangerous بيبدأ يصير عندي hormonal changes و very critical تاني الفترة هذه، بيبدأ الفيميل يصير عندها اللي هي changes وبتبدأ عندها المنسترول سايكل، وبيبدأ الميل يصير عنده الجروث في الجينيتاليا والجروث والفويس. وهذه مش مشكلة الفيزيكال، صح، هاي changes very important اللي أكثر منها في الحاجة الانترنال اللي هي الاموشنال. فيبدا عندي هذا في حاجه بتغير المورفولوجي، المورفولوجي الشيب بتبقى في ميل بدا توتالي ديفرنت والميل بدا توتالي، في حاجه اسمها الارتوسيزم، الارتوسيزم اللي هي الاثاره الجنسيه. بتلاقي الفتره هذه الطفل بطل يصير طفل، خلاص ما بقدر اقول عنه طفل، صار الشاب هذا اي حاجه تثيره جنسيا، لو واتش موفي، لو شاف بنت، لو شاف اي حاجه. فهذه كيف احنا نقدر نتحكم فيها الفتره هذه؟ بعدين الفتره هذه بيكون اللي هي بوث ميل اند فيميل اللي هي سيكشوالي اكتيف، وهذه لازم نعمل لها كنترول باي اللي هي ايدوكيشن، باي سوشيال، باي فاميلي، باي ريليجن، باي موسك، ايفريثينج وي شود كنترول. كمان بصير تغير عندي البادي ايمج lead to development of اللي هي adult gender identity. كمان نفس الشيء كل الجسم، التغيرات في الجسم تبدا اللي هي totally different، ببين لك الايدنتيتي، جندر ايدنتيتي، الهويه اللي هي الجنسيه، خليني اقول يعني هي الى حد ما جندر ايدنتيتي. وهنا قد ما نقدر احنا نكون جندر، بلاش نقول سكس اكثر من ميل ولا فيميل، بس للامانه هلقيتها صار العلم كبير، بطل ميل بطل فيميل لحالهم، صار يضاف اشياء تانية، صار يضاف عندنا حاجه اسمها شيميل، صار يضاف عندنا اسمها ترانس جندر، وفي عندنا نوثينج، يعني في جندر ايدنتيتي بطلت للاسف. ميل وفيميل بيكمز ريلاتيفلي اميوتابل باي ذا اند اللي هي اوفر هي ادوليسنس. شايفين كيف التغيرات اللي بتصير في المجتمع؟ جندر ايدنتيتي الهويه الجنسيه مع البلوغ بتصير اللي هي طبعا ثابته of اللي هي the end of the lesson، يعني فترة الادوليسنس، والادوليسن معروفة هي الفترة هذه، الفترة هذه ممكن اسميها teen ager 10 13 15 14، هذه الفترة اللي هي very في الاند فيها الفترة هذه. بعد الفترة هذه بصير الايدنتيتي بتكون ثابتة immutable وبصير تكون معروفة هي، تمام. جندر رول يعني لازم نتكلم عليها، والجندر رول، وطبعا انا قد ما حاولت قدر الامكان احنا مش عايزين نتكلم عليه في حاجه كتير ان ديتيلز، لكن اقول ايش هو الجندر رول. الجندر رول هي ذا واي ان ويتش بيرسون اكسبريس جندر ايدنتيتي، كل واحد بيعمل اكسبريس الهويه الجنسيه تبعته. مثلا اتس ليرن بيهافير ثرو ايميتيشن اوف ذا سيم سكس بيرنتس اند ان هي كومبليمنتيشن اوف ذا اوبوزيت سكس أو اللي سكس بيرنت. إيش يعني؟ بيصير الواحد جندر لون الأواي which every person expresses his gender identity. كيف بنعرف هذا؟ it's learned behavior، حاجات اللي هي behavior اللي تعلمناها من الصغر، إنه البنت بتبقى اللي هي imitation of the same sex، تبدأ البنت اللي هي يعني تقلد اللي هي الفيميل اللي زيتها، وطبعا أول واحدة بتقلدها بتلاقيها بتقلد أمها أو بتقلد أختها، بتقلدها الفيميل اللي زيها في يعني البيرنس. وتنسوش في حاجات تانية اسمها اللي هي بسميها ممكن تكون الأذر سكس، بس هذه مش نورمال، يعني في بنت بتلاقيها كتير بتروح لصفات أبوها، لا، بس الناتشرالي إن الفيميل تروح للأم، للفيميل، للأخت، لأي حدا قريب منها ذا سيم سكس، and complementations of the opposite، وتتممها بإن هي نعرف إنه أنا مثلا مفروض هذا الرول تبعي أعمل الحاجة هذا، واللي بتمم الدور هذا هو الأذر سكس. يعني زي ما أنتوا عارفين انا مطلوب مني اعمل حاجات معمول، انا مثلا اشتغل في شغل البيت، هذه النظره التقليديه، مين المفروض يروح على السوق ويجيب الاغراض ويعمل الحاجات هذه؟ طبعا الميل، هذه بتختلف من يعني من كلتشر لكلتشر، لكن نعرف الجندر رول، كل واحد له رول وهذا الناتشرالي. طب ايش الحاجات اللي بتاثر في الجندر رول؟ its influences by the complex interactions of اللي هي
parental rewards and healthy punishments. It influences by complex interactions of parental rewards and punishments. وكتير هذه النقطة مهمة جدا، هذه بتتأثر في حاجة معقدة اسمها interaction من reward and healthy punishment. كتير كتير هذه لها علاقة من الصغر، هتلاقي حالك وإحنا كتير تأثرنا بأبونا، كتير تأثرنا مش أكثر من أبونا وأمنا بالreward and punishment. إيش يعني reward؟ الجزاء والعقاب. حتى هلقيت بحبوش يكتبوا كلمة اللي هي rewards and punishment، بكتبوا حاجة اسمها disciplinary actions اللي هي الإجراءات التأديبية. بس أنا بقول صح إنه حاجات كتير جدا بتأثر في الجندر رول من الأول وإحنا صغار. هتلاقي حالك بتذكري لما الأم كنت تعمل حاجة كويسة إيش بتعطيكي reward. انت لو انت عملتي حاجه كويسه ممكن اجيب لك لعبه، ممكن اجيب لك عروسه، ممكن اجيب لك حاجه سواء للميل والفيميل. والبنشمنت العقاب، يعني انا بعرف مثلا في ناس بقول والله انا ما انا ناسي لما كنت اعمل الحاجه الغلط ايش كانوا يعملوا فيا اهلي، فضليتني انه في مخي ان الحاجه هذه انا ما عملهاش. ففعلا هي مربوطه جدا بحاجه معقده اسمها اللي هي الباترنال اللي هو او بارتنر parental reward and punishment اللي هي موجودة العقاب والثواب من الأهل. وأنا مع جدا الأهل كل ما كانوا متعلمين وكل ما كانوا مثقفين، مش شرط ألجأ لطريقة الضرب، في طرق جدا صعبة وطريقة نفس الإشي سهلة أكثر من إني أنا أعمل مثلا اللي هي عملية الريورد واللي هي punishment. وإن شاء الله في كتب وفي علم وطيب، بس أنا بقولكم التربية مش سهلة، والنقش في الصغر على يعني كنقش على الحجر مش حاجة سهلة، لكن تربية الأولاد وتربية الفاميلي مش حاجة صعبة، مش حاجة بالمرة سهلة سهلة لدرجة أحيانا جدا إحنا بننشأ وبكون ناس مطشور وبكون ناس عقلين وشهادات وكل إشي، تيجي حاجات بسيطة طب إيش أنت متغيريها، تقولك أنا تربيت بالطريقة هذه. شوف لوين قديش الحاجات هذه بتكون مزروعة في البني آدم ومزروعة من طفولته. تمام، في حاجة اسمها ماسكولين هي الذكورة، طبعا هي مرتبطه بالراجل وغالبا سترونج اكسسيف لوكال ان اندبندنت كاركترستس. بنقول انها هذه كلها صفات اللي هي الميل، والميل هذا هو طبعا قوي وحاد ولوجيكال ومنطقي واندبندنت كاركترستس، هو بيعتمد على نفسه. وهذه ممكن الانسان يزرعها في الابن من اول وجد من حد ما هو اتصل عنده الايدنتيتي زي ما حكينا عنها، بتبدا من 18 مانث. هي حاجة اسمها الفيمينين أو الفيمينين، فيمينين ويكس اللي هي بيعتبروها ويكس، أنا لا أعتبرها ويكس، بس هي عبارة عن سبميشن أو سبميثف ديبندنت أند إموشنال كاركترستيك. هنا بتكلم على شخصية المين اللي بيعتبروها عكس اللي بقى، أنا بتكلم على الفيمينيتي أو الفيمينين أو الفيمينين اللي هي ويكس، بعتبروها حاجة طبعا ويك، بعتبرها خضوع اللي هي سبميسيف، معتمدة على غيرها وطبعا عاطفية. بس أنا بقولكم يعني كل صفات هذه مكملة للفيميل وليس من يعني صفات اللي هي إنها هذه حاجة ويكس في الفيميل، لا الفيميل اتزانا ويك، يعني حتى الله خلق الضعف فيها عشان يكمل الرجال وخرج السترونج في الرجال عشان يعني إنه هي يكملوا بعض. حتى لما في الحديث يعني بما معناه يعني إنه هي نقصات عقل المدين، نقص العقل ونقص الدين عشان هو يكمل يعني الفيميل. وبعدين هذول يعني الحديث بيقول لك يعني انه هو اشد على لب الرجل الحليم، يعني قديش هي ممكن مسيطره بالاموشنال تبعتها. وهذه من نعمه من الله انه هي السيت اموشنالي وهي الصفت تكون خاضعه هذه هي عشان تكمل عمل الميل وليس ضعف فيها. سيكشوال بريفرنس ريفير تو تشويس اوف ذا بارتنر، وهذه طبعا القصه الطويله اللي انا حكيت عليكم، لكن انا بحب اقول لكم الفطرة السليمة اللي الله خلقها الإنسان بتبدأ إنه هي السكشوال بارتنر اللي هو الشريك طبعا الفيميل للميل والميل للفيميل. هذا سكشوال، إحنا بنتكلم سكشوال يا جماعة الخير، لكن إحنا موجود عندنا حاجات ديس أوردر كتير جدا للأسف الشديد موجود وبدأت تطرح على الساحة وعمل يصير نقاش كتير جدا. أنا مع إنها ديس أوردر إنه إحنا نناقشها، إذا مش ديس أوردر ليف إت، مش إحنا مجتمعنا نسمح لحالنا احنا نناقش الامور هذه. اول حاجه هيتروسيكشوال اللي هي ديزاير سيكشوال تاورد اللي هي اوبوزيت سكس، اللي هي هذه دائما يعني نحكيها انه نورمال انه الميل سيكشوال ديزاير، يعني فتره البلوغ ان الميل وين شعورها الطبيعي، شعورها الطبيعي انها تروح تاورد اللي هي
الميل طور الفيميل، والميل فيميل اللي طورت الميل. ولعلمكم هذه نعمه من نعم رب العباد سبحانه وتعالى، مش لازم احنا نعمل اكسبريشن لور فيلينج. لو شفنا اولادها في الفتره هذه الروح انت عماله تطلعي. لا بس انا هحكي قصه لطيفه جدا بعد ما انا يعني احكي باقي الموضوع، وكثير انا دائما بحكيها وبركز عليها لاني سمعتها من واحدة بتتصل في بروفيسور سايكولوجي، وهذا الدكتور يعني بروفيسور مع انه رجل الدين، وانا عاقد عليها لازم احكيها جدا القصة هاي. هوموسيكشوال اللي هي ديزاير سيكشوال تايرد ذا سيم سكس، هي للاسف الشديد تعتبر من الابنورماليتيز، وهذه اللي بدها وقف وبدها يا جماعة اللي هي نقاش، ومش لازم احكوا نحكم على الناس هذول انهم ناس مجرمين ومن الناس لا اخلاقيين. لا لا لا، هذه بدها قصة كبيرة جدا، اللي هي الميل بتروح للفيميل، واللي هو الميل بروح للفيميل، وبسموه هوموسيكشوال او المثليين. القصة اللي طارئة على الساحة الباي اللي هي باي سيكشوال اللي هو بوث سكس، يعني هو بيهتم في الميل وبيهتم في الميل وبيهتم في الفيميل، وقصة اللي مع بعض. خليني احكي القصة اللي دائما انا بحكيها عشان صدقا لازم الانسان يحكي فيها القصة هذه. يعني انا كنت مرة بشاهد موفي، بحب دائما اسمح لاحد يعني الشيوخ، والشيخ هذا طبعا عالم نفس معروف جدا، فتتصل عليه واحدة من منطقة من الوطن العربي بتقول له انا بويا بويا. فانا اول مرة استعمل يعني ايش معنى كلمة بويا يعني. فالدكتور الشيخ كان انسان رائع جدا، فهو طبعا عارف ودارس. انا هقول لكم ايش معنى كلمة بويا. فقالها انا بحترمك، انا بقدرك لانك انت اتصلت فيا، انا حاسس انك مساعده. قالت له فعلا انا انسان عندي مساعده. فبدا يسالها الاسئله، هذا اللي انا بحكي عليها. شوفوا قديش نعمه انه احنا نعرف النورمال، وقديش نعمه انه احنا لما نيجي لفتره البيبرتي ننبسط انه الفيلينج الطبيعيه تبعت الميل راحت للفيميل، وتبعت الفيميل راحت الميل، وهذه من نعم الله، وهذه اسمها الفطره، وهذه اللي بتكون الطبيعه. سالها بعض الاسئله، قالها انت الميول الطبيعيه لما وصلتي لفتره البيول البلوغ لمين الميول الطبيعيه، يعني انت فتره الاموشن تبعتك. قالت له انا ميول الطبيعيه انا بحب اني انا ميولي للفيميل، مع انها فيميل لكن هي بتطلع على الفيميل سيكشوال، تتمنى انها تكون ريليشن شبعة تبع مين، مع الفيميل. فالراجل عمل لها هيك وقفه يعني كثير ريورد، وقالها طب بس انا بحب اقول لك حاجه جدا، انه احنا قوم سدوم او قوم المثليين القوم لوط، الناس هذول في عندهم مصيبه، الناس هذولك الله خلقهم بابتلاء. ايش هو الابتلاء؟ هو هذا ابتلاء، ابتلاهم انه هم ميولهم الطبيعيه كانت تصور ذا اوبوزيت سكس، يعني الميل ياتون الرجال، ياتون الرجال دون النساء، يعني شوفوا المصيبه تبعتهم. لكن ايش المشكله؟ هذا الميول، هذا ابتلاء من رب العباد. لكن ايش المصيبه اللي كانت عندهم؟ انهم هم عملوا الفاحشه. ففي فرق ما بين الابتلاء قالها، وفي فرق ما بين اللي هي العمل. فاذا ابتلاك الله واحتسبتي وجاهدتي لك الاجر من رب العباد، لانه هذا ديزيز يا جماعه الخير، يعني هذا ديزيز. فقالها قوم سدوم، لانه غلط احنا نقول قوم لوط، صوت سدوم، ياتون الذكران من يعني شهوه من دون نساء، فهذا مصيبتهم، ربنا خسف فيهم الارض لانه هو فعل. فقالها انت طالما انت الميول الطبيعيه يعتبر الابتلاء اللي انت ابتليتي فيه، وهذا تعتبر يعني سيكشوال ديس اوردر، سيكشوالز كبيره جدا ومدمره. فقال لها يعني بحترم مشاعرك وانا بقدر مشاعرك، وبدا يعمل لها هيلث ادوكيشن. سالها عن منظرها، قالت له انا بحب البس اللي هي لبس البوي، يعني بلبس زي الاولاد، وانا بقص شعري، ولما بحب اكون قاعده مع فيميل بصير اطلع نظرات اللي تبعت الميل للفيميل. فراح اعطاها، شوفي كيف لما يتجمع الدين مع العلم. قالها يا اختي انت ممنوع تقعدي مع اي فيميل لحالكم، انه انت عندك ديس اوردر، وهذا تعتبر يعني كانك انت بتخلو بها، وكانها خلوه غير شرعيه، وتنظر لنظرات مش طبيعيه، لازم يكون معك ذي محرم، يعني عملها كانها هي ميل. وقالها يعني لازم انت تيجي لماي كلينك، هتيجي لعيادتي، لانه في الناحيه هذه بدها جلسات طبيعيه. وقالها انت يو كان ماريج يو كان هاف تشيلدرن، وانت ممكن تعيش عيشه طيبه وما تخافيش، وربنا مازال ابتلاكي، وانت ما عملتي فانت في السيف سايد. شايفين ايش فايده العلم يا جماعه؟ فايده العلم شيء عظيم جدا. ففايده العلم كيف اني انا ما اسخر من الناس هذول اللي عندهم بيرسوناليتي ديس اوردر. انا بحب جدا ان النقاش يكون هذا علمي مع ديني مع عملي، عشان قديش انا دائما الحادثه هذه بحب اقولها لما احنا نتكلم على الناس هذول. تمام، في سيكشواليتي ديس اوردر في حاجات كثيره جدا موجوده على جماعه الخير، حاجه اسمها الجيتا ترانس جندر، ترانس سكس،
جهاز منها شيميل. الشيميل انا يعني بدي اعرج عليها حاجه بسيطه جدا. الشيميل هذه يا ما نسخر من الناس هذول. الشيميل يعني الجينيتك ماتيريال او الكاريو تايب تبعت الجينيتك ماتيريال العادي اللي هي اخذت اللي هي اكس واي، يعني شيء يعني هي هو في الاساس شيميل، هو مال اكس واي ميل. ولما بدا العادي وموجود الجينيتاليا وموجود نفس الاشي ولد ومية مية، في فترة ايش اللي هي فيري دينجرس. وقتيش صارت فترة الفيري دينجرس يا صبايا؟ فترة الدينجرس بدا عند البيبرتي. ايش صارت في فترة البيبرتي؟ هذا علم موجود. فترة البيبرتي مين بدي على بتبدا كل الهايبوثالامس يطلع كل الهرمونات للميل والفيميل، بطلع هرمون الانوثة في الفيميل اللي احنا يسمى استروجين، وانا بحب اعرج عليها المال يعني هذا اسمه هرمون الفيمينيتي الاستروجين اللي بعطي الفيميل كاركترستيك. وبيبدا للميل الميل يطلع هرمون اللي هو التستوستيرون اللي هو البريكورسر له، كان في الاساس الاندروجين وبعدين يتحول الى اللي هي تستوستيرون. والتستوستيرون هو اللي بعطي الميل كاركترستيك اللي هي بعطي البيبرتي، بعطي الفيس، وبعطي الجروينج جينيتاليا، وبعطي الشولدر الواسعه، وبعطي الطول، وبعطي ميل يعني بعطي ميل استروجين فيميل وتستوستيرون اللي هو بعطينا اللي هي الميل. لكن هنا الديس اوردر ايش اللي صار في الشيميل؟ صار الديس اوردر في الشيميل انه بدل ما يعلى الاندروجين او التستوستيرون عالي الاستروجين. شوفوا وين المصيبه صارت، عالي الاستروجين. فبتلاقي في المرحله هذه ايش هو موجود؟ الميل جينيتاليا، موجود التستس، موجود السكروتم، موجود البينس، موجود كل الداخل اللي مخبى زي ما هم بيحكوا له. لكن بدل ما يعلى الاستروجين بدا growing hair، بدا الشعر اللي يصير الناعم، بدا الفويس، بدا البريست، بدا استروجين استروجين. فبتبدا الفيميل وبتبدا الاضطرابات الفيري تيربل انسايد هار بودي، بتبدا الهي سيكشواليتي ديس اوردر. وهذه يا جماعه السيكشواليتي ديس اوردر هذه لو لجأت الى اي ميديكال او اي حدا، هذا اللي بدها علاج، ممكن يكون علاج نفسي، ممكن علاج لو علي نسبة الاستروجين، ممكن معطوها بدلها التستوستيرون. لو بدا في انه ممكن يكون اللي هي عندها دبل سكس، انه ممكن ما يكون موجود جوا في اليوترس وهي مش عارفة، وموجود برا جينيتال يميل وهي مش عارفة، نصير نعمل لها عملية. فالامر مش سهل يا جماعة الخير، الموضوع كبير في السكشوال. لكن ادو اهم حاجة في الدنيا بده كثير ايديوكيشن. فترة البيوبرتي فيري دينجرس، احنا في ميل لازم نهتم بالرول تبعنا، ومش لازم نقف لبعض ونقول ما هو ولد لا ما هي بنت لا، احنا complementations of each other. ايش يعني complementation؟ احنا كلنا ادوارنا، ومش لازم يصير عندنا اللي هي جندرايزنج ذا رولز انه احنا نغير الادوار، واحنا الميل لازم هو اللي مثلا يعمل والفيميل لا، احنا وي ار complementation. تمام، يعطيكم العافيه، ان شاء الله هكمل المحاضره في باقي الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.